إلى الأحاديث التي أعلها الإمام ابن حزم في كتاب في كتابه الإحكام، وكتاب مبارك صراحة فيه ما فيه من الخير لولا 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 رد القياس وعدم العمل به. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا ابن يعقوب، حدثنا ابن حلون، حدثنا المغامي، حدثنا عبد الملك بن حبيب عن مطرف بن عبد الله عن مالك الإمام العلم عن ربيع بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن اللي هو ربيع الرائي أن رسول الله، شوفونا مفاوز بين ربيع شيخ مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست بلاغات فقط، عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله بينهما مفاوز كما قلنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في مرضي لا يمسك الناس على شيء، قال: لا يمسك الناس علي شيئا، لا أحل إلا ما أحل الله في كتابي، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابي، وهذا مرسل. يعني قال الإمام ابن حزم إنه هذا الحديث مرسل. طبعا مرسل كيف يكون مرسل؟ ده المسألة بين ربيع الرأي وبين النبي على الأقل اثنان، وفي العادة يكون ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث أصالة عند تصنيف المتأخرين في هذا الباب، لأن المتقدمين يقولون بذلك صراحة. عند تصنيف المتأخرين أنه حديث معضل، سقوط ثلاثة طبقات متتالية هذا إعضال. حديث معضل أخرج البياقي باب الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به. قال مرسلا عن عبيد الله بن عمرو، البياقي أخرجه مرسلا عن عبيد الله بن عمير الليثي، أخرجه أيضا عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذا منقطع، ولو ثبت فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله تعالى، على أساس قوله: لا يمسكن الناس على شيء، من الذي لي أو علي دونهم، فإن كان مما علي أو لي ولي دونهم فلا يمسكن به، وذلك مثل أن الله جل ثناؤه أحل له عدد من النساء ما شاء أن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها، كل ذلك خاص بالنبي فلا يقتضى به. يعني هو يريد أن هناك أحكام اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتسى به فيها ولا يقتضى به فيها. قال تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، فلم يكن لأحد أن يقول: قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع، ونكح امرأة بغير مهر، وأخذ صفية من المغنم، وكان له خمس، فلا يكون ذلك للمؤمنين بعده ولا لولاتهم لأوليائهم، يعني كما يكون له، لأن الله قد بيّن في كتابه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك له دونهم، يعني صرح بالتخصيص، صرح بأن يكون خاصا دونهم، وفرض الله أن يخير أزواجه في المقام معه والفراق، خيرهم بذلك، فلم يكن لأحد أن يقول لامرأتي علي أن أخير امرأتي على ما فرض الله ورسوله، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: لا يمسكن علي الناس بشيء، يعني ما في اتساء ولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والحديث كما قلنا الإمام الشافعي قال منقطع، وهو الحق أنه معضل كما بينا. قال: وهو مرسل عند المتقدمين. قال رحمه الله تعالى: أخبرني المهلب بالسند الأول إلى ابن وهب، حدثني سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن من لا يتهم عن ما لا يتهم عمرو بن أبي عمرو عن الحسن، يعني توثيق الشيخ ليه أو تثقيق الترمذي لشيخه، هل هذا توثيق عام أم لا؟ عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا علي بعدي ما لم أقل ما حدثتم عني مما يوافق القرآن فصدقوا به. وهذا كما قلنا حديث هالك متهالك، وما حدثتم عني مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به، وما للرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول: ما لا يوافق القرآن وبالقرآن هداه الله. طب أين هذا المتن فيه نكارة؟ المتن فيه نكارة، أين هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه؟ أين هذا من قول الله جل وعلا: واذكرنا المدلة في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحكمة السنة؟ أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله؟ قال أبو محمد: وهذا مرسل، وفيه عمرو أبي عمرو وهو ضعيف، وفيه أيضا مجهول اللي هو قال من لا يتهم، وهذه مسألة حدثية، هي المسألة هذه مسألة حدثية. قال العلماء أنه لو قال الشيخ: حدثني من أثق فيه، حدثني الثقة، قال علماء هنا من النووي وغيره أن هذا يكون حجة على من أخذ بالمذهب، بمذهب هذا الشيخ يكون حجة عليه. شوف انظر حتى المذهب هذا فيه تقييدات في هذا الباب،
ولذلك الأخت التي تقول أنها ترفع في المذهب، ما في مصائب أخرى غير هذه المصائب، إنه يتكلم بالبدعة، لأن بعض أهل المذهب تكلموا بكلام لم يأتي عليه دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الدليل ولا من التعليل الصحيح، فيخالف سنة ظاهرة لأن المذهب قال به. وإذا قلنا السنة هنا الآن أقوى، يقول قيمة المذهب ستروح لما أو تذهب عندما تقولون سنة. يبقى أنت نفس الأمر لك، نفس الاسم أنت مشتركة فيه في هذا الباب، إذا كان فيه مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة التي تبناها صاحب المذهب، وأنه قد ظهر جليا أن الحديث خالفه، أنت آثمة بهذا الكلام لا محالة. ليش؟ لأنه المسألة هنا فيها مخالفة للسنة. قلت أن هذه المسألة ستصل بمن يتكلم بها دون الضابط العلمي الصحيح، سيحارب السنة لا محالة، سيحارب السنة. فعندما يقال له هذا حديث النبي، يقول لك لا، إمام لا يعلم هذا الحديث، وأنا لا أتبعك أنت في ترجيحك، وأترك إمام الذي رجح هذا الترجيح. أدخل عليه بهذا الكلام، أدخل عليه مصائب، إحنا عايشين في مصائب في هذا الباب. ولذلك القرخي قال ذلك، قال كل حديث أو آية خالفت ما قال الإمام فهي مؤولة أو منسوخة. يا لهوي على الكفر ده. إذا يعني طبعا الرجل ما يقصد بذلك، ولا يقال على الكرخي أنه يريد كفرا أبدا، لكن هذا الكلام لو قيل من أحد بأنني أطرح كلام الله وكلام الرسول عشان أخذ بكلام إمام مذهب، هذا ظاهره كفر هو الآن. لكنهم لا يريدون ذلك، استغفر الله، ولا يقولون بذلك، لكن كأنهم يقولون لا، أنت لا تفقه، إن هذه الآية محمولة على وجه من الوجوه حمله الإمام، والحديث محمول على وجه حمله الإمام. وخلينا بقى ما حمله الإمام وحمله الأئمة وحملته الأخت الفاضلة والأخر، يعني المسألة صارت مشاعا، وسينتهي الأمر على أن الدين جملة أقوال لبعض الناس بعد ذلك لا تعظم. يعني انت الشافعي قال لك ان بنتك من الحرام تتزوجها، احمد قال لا ما تتزوجهاش. طيب واحد يقول له طب ده شافعي وده احمد، ده راجل طيب وده راجل طيب، ده راجل اصلا شمس للدنيا وده راجل امام اهل السنه والجماعه، خذ يا عم بما شئت وانتهى. ثم بعد ذلك يتحكم الهوى، بعد كده الله يرحم نعيم ويرفع مقامه، عندما قال هؤلاء القوم يسمون اجر عقلك لغيرك، أجل عقلك لغيرك. ابن حزم الذي يبغضونه بغدا تاما من أجل أن الرجل كان من تعظيمه للسنة يضرب في كل مذهب يخالف السنة، فهم يعادونه من أجل ذلك. أبغض ناس عندهم من المتقدمين والمتأخرين أربعة، أبغض ناس ابن حزم، مع أنني أنكر على ابن حزم لأن التأصيلات الفقهية عنده فيها أيضا ما فيها من الضعف لسبب ترك القياس، والشاطبي لأن الشاطبي قال أن المتأخرين من المذاهب أفسدوا الفقه، وابن تيمية وابن القيم لأنهم عظموا السنة تعظيما عظيما، وقالوا كل مذهب خالف وجب الخروج عن المذهب من أجل السنة. والشافعية يمتعدون من النووي، لأن النووي كان في كل مسألة فيها السنة مخالفة يقول لك والسنة أتبع السنة ألزم، السنة على خلاف مذهبنا، السنة على خلاف مذهبنا. ولذلك الإمام البيهقي في معرفة السنة والآثار ذهب خالص، اللي يريد مذهب ما يطلع لهؤلاء يتعلم منهم. الجويني يقول نحن لا نقلد الشافعي، نحن يعني اجتهادنا وافق اجتهاد الشافعي. لما يجي يتكلم في هذا الكلام يقول لك نعم لمن بلغ رتبة الاجتهاد، وانت يعني آسف اللفظ يقول انت كالبهيمة العجموات لا تفقه، فعليك ان تقلد وتكون كالبهيمة، تجر كالبهيمة التي لا يمكن ان تعارض مع البهيمية التي فيها، وتسير هكذا سيرك ولو جاءك حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة في نهايتها. فهي المسألة هنا الغلو فيها، وإلا فأنا أقول لا يتعلم أحد قط إلا إذا أخذ بأصول مذهب تعلم عليه وصار على نهجي، لكن بضبط العلم الصحيح على الملكة الفقهية التي تكون مرتبطة ومناطة بالدليل، غير ذلك انتهى الأمر، سينتهي الأمر ويقول إلى أنني لا أريد أن أخرج المذهب. طب المذهب يقول تبرك بتراب القبر، قال تبرك بتراب القبر. طب المذهب يقول بأن تراب قبر المعروف الكرخي يعني يعتبر دواء للمرض، ترياق كما قال الذهبي ترياق، ما دام قد قال المذهب في ذلك نحن نقول بذلك.
طب اهل المذهب قالوا بان القسم الحلف بغير الله شرك، ليس بشرك، ليس على الكراهه، ليس على التحريم. النبي يقول، من حلف بغير الله فقد اشرك، كفر واشرك، وهو يقول على الكراهه، بيقول كفر او اشرك ويقول على الكراهه. يقول علماؤنا الذين قالوا، طبعا الرمل قال بذلك، او الرمل، انا المساله مش في هذا، ستاتي برجال، ساتيك برجال من المذهب يخالفون، ماذا استفعل؟ تتصدع يتصدع البنيان من الداخل. يبقى انا هكون اسعد الناس لانني ماسك في شيء مرتبط بالسماء لا ينقطع، وهو السنه، هو السنه. طب الامام في القسم بغير الله، الامام ابن حجر الهيتمي قال هذه كبيره من الكبائر، وقال هذا من الشرك، وقال مذهبنا المعتمد انها حرام. الرملي في نهايه المحتاج قال مذهبنا انها على الكراهه. يا لهوي، طب ماذا نفعل بقى؟ وانه يقول على الكراهه، وهناك من يقول على الحرمه، يبقى ماذا نفعل؟ نقول حديث النبي ينسف هذا الكلام، ينسف هذا الكلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم يرى عمر بن الخطاب يقول ويقسم بابيه، يقول لا تحلفوا ابائكم، عمر يقول ما فعلت ذلك ذاكرا ولا اثرا. اذا السنه فاصله، السنه تلزم، السنه تتبع. انا باتيك من كلام اهو الشافعي، ائمه الشافعيه، جاء الامام الماوردي، وهذا من 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 اوسع الشافعية علما وفقها، بحر كان بحرا. كتاب الحاول الموردي من أمتع ما يكون. ماذا كتب الحاول؟ ماذا كتب الموردي؟ الموردي قال مذهب الإمام الشافعي أن صلاة الوسطى هي الفجر. الشافعي قال كده، قال الفجر هي صلاة الوسطى، اجتهد فأخطأ. شوف الإمام الموردي ماذا يقول، هذا إمام شافعي، هذا إمام الشافعي، نصب نفسه يرد على المزني الذي كان يرد على الشافعية اجتهادا في مسائل القياسات في مختصر المزني. قال الموردي ومذهبنا، مذهب الإمام الشافعي، ومذهبنا، احفظي هذه حتى تتعلمي أنك كنت تلعبين ما تتعلمين. قال الإمام الموردي، قال مذهبنا الحديث، مذهبنا الحديث. قال إمامنا الصلاة الوسطى صلاة الفجر، والنبي قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فمذهبنا أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ده مذهب الشافعي. وطبعا البيهقي في أكثر من مسألة استدرك هذا وقال إذا 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 صح الحديث فهو مذهبي. قال وهذا قول الشافعي، فمذهب الشافعي كذا. هذا هو العلم. فيبقى المسألة فيها الطامة الكبرى التي تكلمت عنها في أنه ممكن يكون مخالف للعقيدة على أساس أنه ما فيش مسألة. نعم، هذا موجود. ثم الموجود برضو أيضا طمة أخرى خفية لم تفقهيها، وهي أن المذهب خالف السنة، ولا يمكن أن يقال أن السنة كذا وأن المذهب خالف. لا، هذا هو المذهب، لابد أن تأخذ به. ليه؟ لأنك اعتذر، يعني لا عقل لك، كالعجموات، تسير سير العجموات، ليس لك في العلم شيء. وإيش بتتعلم أنت أصلا؟ الذي يعلمك مقلد، وأنت مقلد بتتعلم تحقق. أنتم في مستشفى، أنتم في عمر 25، أنتم الاثنين أصلا، أنت مقلد تحت إيده مقلد. وين العلم الآن؟ وين العلم اصلا؟ كيف سيكون العلم؟ كيف ستخرج عالما نبيلا نجيبا او طالبا للعلم ممتعا متمتعا بالعلم يمتع غيره؟ من وين هذا؟ من اين هذا؟ ان شاء الله في كوكب المشترى باذن الله. عامه انا اردت بس ابين هذه المساله حتى تعرف المساله على وجهها. هذا الباب قلنا ان الامام ابن حزم قال هذا مرسل، هذا مرسل، وفيه عمرو بن ابي عمرو وهو ضعيف، وفيه ايضا مجهول. مجهول هو هذه مساله حديثيه، وهي مساله انه قال من لا يتهم، كما قلنا ائمه المذهب قالوا اذا قال الشيخ امام المذهب قال حدثني الثقه، قال الثقه هو توثيق لمن يتبع المذهب غير لا في هذا الباب. ها والله محمد صابر صحيح، فيها اصحاب الغلو منهم فقط مش اصحاب الاعتدال. قال وفيه عمرو ابن ابي عمرو الضعيف، وعمرو ابي عمرو الله يرضى عنك يا رب، احسن اليك، جزاكم الله خيرا، جاءت الاجابه ضمنا فسامحيني. قال عمرو بن ابي عمرو المطلب بن عبد الله بن حنطب ابو عثمان المدني من صغار التابعين، وثقه احمد وابو زرعه وابو حاتم والعجلي، وضعفه ابن معين. هنا الان مختلف فيه، ابن حزم جازم بالترجيح بانه ضعيف. علماء الجرح والتعديل منهم من وثقه احمد بن حنبل ومعتدل، ابو زرعه الى ذلك اقرب، وحاتم اصلا متشدد وثقه، والعجلي وثقه ايضا وضعفه ابن معين والنسائي، لان ابن معين متشدد في هذا الباب، والنسائي ايضا متشدد، وعثمان الدارمي لانه روى لعكرمه حديث البهيمه اقتلوه واقتلوا البهيمه يعني.
وقال اجل انكروا عليه حديث البهيمه، يعني حديث عن عكرمه بن عباس من اتى بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه. يقول البخاري لا ادري سمع من عكرمه ام لا، يعني هو ما ضعفه، ما ضعف عمرو بن ابي عمرو لكن ضعف السماع له. قال ابو داود ليس هو بذاك بحديث حدث حديث البهيمه، هم انكروا عليه هذا الحديث، وهذا لا يسقطه مع توثيق كثير من العلماء له لا سيما المتشدد منهم كابي حاتم. وقد روى عاصم بن ابي رزين عن ابن عباس ليس على من اتى بهيمه حد، يعني ابن عباس نفسه خالف الروايه تجاهه، ولذلك حسن الشيخ الالباني على دين ضعفها. وكان الدكتور مسلم بن غرب الدوميني قال ما ادري كيف يحسنها الشيخ، قال وهو مخالف، يعني المد. شوف هنا نظره المدقق المحقق، وقد يبعد عن علمائنا يعني يخطئ الامام ويصيب. قال لي كيف يعني لم يعني انا اريد الكلمه حتى لا يكون فيها وقوع في شيء، هو قال كيف يكون هذا التصحيح وعندي الحديث في الصحيحين متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الدماء بانه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ولم يذكر منها ذلك. فهنا عشان اردت ان اشير ان التصحيح والتضعيف يكون في اوجه عندما تنظر الى المتون والاسانيد، ليس النظر للاسناد فقط، وهذا المتاخرون اكثرهم اهمهم الاكبر النظر للاسناد فقط. والصحيح انه لابد من الاملاء شامل الكلام على الطرق مع النظر الى الاسناد والمتن. نعم. فابن عباس نفسه قال لا حد على من اتى البهيمه، فكيف بقى يرفع حديثا للنبي اقتلوه اقتلوا البهيمه ويخالفه مخالفه صريحه في هذا الباب. والثاني قال على عمرو بن عمرو انه صدوق الا انه يهم واخرجه الجماعه. نعم. الحق هنا لا نرى في تضعيفه الا ان الجميع عندما ضعفوه بحديث البهيمه، وهذا ليس تضعيفا صريحا، هذا ليس تضعيفا فيه الجرح فيه ظاهر في هذا الباب. وحديث البهيمه لو نظرنا اليه بانصاف لم ينفرد به بل تبعه جماعه فيهم ثقات منهم داود بن الحصين، قال البياقي وقد رويناه من اوجع عن عكرمه، وارى عمرو بن ابي عمرو يقصر عن عاصم او يقصر عن عاصم بن بهدله في الحفظ، يعني عاصم بن بهدله في حفظه كلام وعمر اقل منه بقليل كما قال من البياقي. قد تابعه جماعه وعكرمه عند الاكثر من الثقات الاثبات. يبقى الحق ان عمرو ليس ضعيف، يبقى الحق ان عمرو بن عمرو يعني من حسن له كان اوفق للعلم. لما؟ لان ابا حاتم وثقه، ابو زرعه وثقه، ان ابا زرعه وثقه، احمد وثقه، فتضعيفه فيه نظر في هذا الباب، فتبقى عله الحديث في الاعضال. نعم. ولأن عمرو من صغار التابعين وليست له رواية عن الصحابة. وأيضا الإمام البخاري شكك في سماعه من عكرمة. وأما الكلام على حديث ما أتاكم كما بينا قبل ذلك، وأن الحديث هذا لا يصح بحال من الأحوال. حديث ما أتاكم من حديثه فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلت وما وافق، هذا الكتاب ليس بنفس النص الذي اتى به ابن حزم، وهذا في الطبراني الكبير وفيه ابو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث. وكذلك حديث ثوبان ان راح الاسلام دائره، قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه مني فهو مني وانا قلت، ورواه الطبراني في الكبير. وفي يزيد بن ربيعه قال البخاري احاديثه مناكير، وقال النسائي متروك، وابو الاشعث رجل من رواه هذا الحديث. عامه بينا كيف أعلى الإمام ابن حزم هذه الأحاديث وأعلى هنا بتضعيف، وهذه المسألة تدلك دلالة واضحة على ما تبنيناه وبيناه بأن مسألة التضعيف والتصحيح مسألة اجتهادية، لا سيما في يعني اختلال شرط من شروط الحديث، هل اختل الشرط أو لم يختل الشرط، يعني ضعف الراوي أم لم يضعف، هي مسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية يحتمل فيها. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. عامة الأخت الفاضلة سألت هذا السؤال، أنا لست أعني أحدا بعينه ولا شخصا بعينه، ولا حتى سؤالك الذي سألت أنه تنقلي دروسا أو غير دروس، أنا أردت أن أبين المسألة عموما، لأن هذه المسألة بالذات المذهبية فيها غلو وفيها نفوذ، والوسط العدول هم خير الناس وافضل الناس، لاننا كما قال ابن تيميه يجب وجوبا حتميا على ان من تمذهب بمذهب او تبناه
إذا ورد الحديث بخلافه أن يذهب الحديث دون مراجعة أحد. من لم يعظم النبي لا يعظم، من لم يعظم الأثر لا يعظم. كيف يقول لك قيمة المذهب ويترك تعظيم قيمة النبي؟ أما قيمة السنة راح وين راحت؟ وين تذهب قيمة السنة في هذا الباب؟ وتعلمون حتى مسألة التمذهب الذين سرتم بها وطرتم بها مطارا، يعني هي على خلاف عددها قول بين العلماء. جماهير أهل العلم يقولون أنها جائزة، جائزة، والآخرون طبعا يقولون حتما وجوبا، يأسى من لم يتمذهب. خرجوا الناس من طاعة الله جل وعلا بهذا الكلام. هذا طبعا احنا أردنا فقط أن نقول لا غلو ولا نفو. شوف محمد صابر قال هؤلاء القوم كالشيعة، لا فرق بينهم. أنا ما أريد المسألة تدخل في ذلك. أنا أعجبني قول باشمهندس نعيم أن هؤلاء القوم هم أصحاب عجل عقلك لغيرك. تعال تعال، هي كلمة يسيرة مع الأستاذ حجر، هو من حب الناس إلي صراحة. فخلاص تتكلم، ستتكلم. أنا بدي بس أين أنت رشدي؟ حتتكلم حتتكلم. فتعال، كلمة يسيرة لإخوانك هنا، وهؤلاء صراحة طلبة علم محترمة، لهم لهم من الباع والإتقان. حسنا معني لهم من الباع والإتقان، تعرف ذلك أنت. لا بتاعتك أيضا ما فيش مشاكل. بشوف النبيل، النبيل من يسمع لمن هو فوقه ومن هو دونه وهو معه، وأنت فوقنا. فتعال تعال، أنا قلت لك تعال. فإذا من الأدب أن أنت تأتي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني كان أهل العلم يقولون يعرف قدر العالم من علمه إذا سمع لمن هو فوقه، وسمع لمن هو دونه، وسمع لمن هو موافق له. وأنت حضرتكم إن شاء الله تعالى تسمعوا لمن هو دونكم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. آمين. الشيخ محمد ربنا يحفظه بكل مكر وسوء، ديت يعني من عاداته دائما، حتى من أيام مسجد بدر كان يقدم الإخوة ربنا يرفعه قدره، يعني فجزاه الله عنا خير جزاء. أنا مش عارف أعود مثل الشيخ صراحة، استغفر الله تعالى. يعني كلمة يسيرة لكن هو هنتكلم، يعني هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. باختصار أخوانا، يعني الله تعالى لم ينزل علينا كتابا، ينزل علينا رسولا عشان يتبع الشفيع في الآخر. الله أكبر. يخص المسألة. الله أكبر. 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، يقسم الله تعالى بحياة نبيه عشان راح أقول ما ينفعش أسيبه عشان كلام الشفيعي. الله أكبر. ده أمر غريب جدا. الله أكبر. ده اسمها قلة أصل. والله سبحان ربي العظيم. يعني ده حد ده شغالك في شركة بترول تفضل زاجر له جميل لحد ما تموت، ده لو كان عندك أصل. فواحد دخلك الجنة هيبقى سبب دخول الجنة، سبحان ربي العظيم، تسيبه؟ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. عشان كده اخوانا كان شيخنا على طول يقول تفرق بين العالم وبين الواعظ، تفرق بين العالم وبين الواعظ. لكن ازاي تعرف العالم من الواعظ؟ انا مش قادر اسال عشان شيخ قاعد يعني، بس ازاي تفرق بين العالم وبين الواعظ؟ انا هيقول لك شوفها لازم تجيب عنها. يعني الشيخ يقولون ان هذه الطريقه طريقه السلف في التعليم. نعم، قالوا طريقه السلف في التعليم كذب او سلف. ماشي شيخنا، الكلام اصلا اتباع للمتاخرين، يعني هم حتى لا ياخذون بكلام المتقدمين. الله المستعان. فكل هذه طريقه السلف في التعليم. طب هنرد على هذه الشبهه انهم يقولون طريقه السلف مع هذه الاجابه ان شاء الله تعالى. كيف تعرف ان ده عالم؟ الامر بكل بساطه اخواننا، كان شيخنا يقول ربنا يحفظه بكل مكر وسوء ويرفع درجته يعني في الدنيا والاخره ويعلي مقامه. كان يقول بتزكيه العلماء. طب افرض انا مش شايف اللي قدامي ده عالم، هعمل ايه؟ المهم عايز اعرف ان ده عالم ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يلقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا فافتوا بغير علم. نعم. ازاي بعرف العالم؟ العالم اخوانا اللي يقول قال الله قال رسول. علشان كده ابو حنيفه كان عالم لما قال اذا وجدتم قولي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي عرض الحائط، ده عالم، فابقى الله ذكره. عشان كده مالك كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القبر فبقي ذكره وكان عالما. عشان كده الشافعي رضي الله عنه يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. وصلى على الشافعي اخواننا لانه امام مذهبنا ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له واسعه. كان يجلس في مجلس في مسجد فدخل عليه رجل وكان يقول بقول، فقال الرجل بحديث، فقال الذي بجواره اتقول بقوله؟ فقال الشافعي اتراني البس زنارا، اتراني خرجت من كنيسه، وفي بعض الروايات اتراني البس صليبا، ها انا ذا في بيت من بيوت الله استقبل قبلة المسلمين، يقول قال رسول الله ما لي لا اقول بقوله. الله اكبر. شايفني جاي منين؟
سبحان ربي العظيم. جاي من وكانه بيقول لاي حد يرفض قول النبي صلى الله عليه وسلم انت طالب جاي من كنيسه. سبحان ربي العظيم. واحمد يقول لا تاخذ منا مني ولا من ابن عيينة ولكن خذ من حيث اخذنا. ده العالم اخونا الذي يزين فتوى بقول الله خلاص. عشان كده شيخنا الله يحفظه كل مخرج سوق عالم. استغفر الله. تقول له اي حاجه لو الحلقه هتخلص هيقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. غير كده مفيش اخونا. لكن عمره ما قال شفت قال كده حرام حلال يجوز ما يجوز. لا كان يزين فتوى كان يقول زينة الفتوى الدليل. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اذا لم يبقي علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم. بغير علم يعني بغير قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا اخوانا دي هذه الطريقه هي طريقه السلف. انهم كانوا يقدمون قال الله قال رسول الله على غيره من الاقوال ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حتى ولو كان كلام ابو بكر حتى ولو كان كلام عمر. قال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله وتكون قال ابو بكر وقال عمر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا اكتفي بهذا القدر وان شاء الله كلام في مزايا الشيخ بقى يمتعنا. جزاه الله خير. كنت احب ان اسمع الاخي الفاضل الكريم وهو من اشد الناس اجتهادا الان في الطلب. وانا اعرف ان من يعني اجتهد وصدق الله في شيء فسيوصله الله جل وعلا الى مدى. ونسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجميع يقولون بذلك وحتى هم يقولون انتم اخطأتم نحن نعظم السنه. لكن السنه يعني لمن يعلمها كانه قال انت عندك غباء في عقلك لا تستطيع ان يعني تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انت اعجمي مش عربي او انت من العجموات استغفر الله فلا تفهم ولا تعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. دع الذين يعقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين يبغونك بذلك. هذه مصيبه كبرى. كنت مع شيخي الدكتور مصفر في حديث معين فقلت له هذا الحديث فيه كذا وكذا. فقلت له يعني هذا الحديث يحتاج الى تدقيق. قال لي ما يحتاج الى تدقيق. العربي الاصيل يعرف الحديث من اوله. ما في اي شيء استعجام على ذلك. لاني كنت بكلمه في مساله حديثيه على مساله الرواه بالمعنى. وفي عصرنا الان والخطيب والذي يتكلم للناس قال صدقني حتى ولأن العجمة هجمت على العربية فإنها لا تشوشها. وحديث النبي من التيسير بما كان في فقه الرجل رحمة الله عليه. قال أما قال ربك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ما يسره وحيا سيكون تيسيرا على الوحي إلا ما كان يحتاج إلى القرآن وغير ذلك. هذا أمر آخر في ساحة العلماء. لكن أغلب ما يأتيك عن الإنسان تراه سهلا يسيرا تفهمه وتعقله في هذا الباب. فالحاصل إما أن يتهمك أنك لا تفقه وأنك لا تعقل فليس لك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شيء. وإما أن يقول ما دام جاء الحديث. طبعا إذا كان الحديث الذي له احتمالات يعتريه الاحتمالات يبقى لك أن الذي سيرجح لك الاحتمال الراجح من الرجوح هو إيش؟ العالم. لازم تفهم هذا الباب حتى لا. عشان كده قلت المسألة دائرة بين غلو وبين جفو. ولا نريد ذلك. نحن نريد علما وما في علم قط إلا قال الله قال الرسول. كل علم خلى من قال الله قال الرسول فهو خل وبقل لا تأخذ منه شيء. لابد أن تعلم أن هذا هو العلم. فنسأل الله جل وعلا أجعلنا جميعا مما يتمسك بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين أمين. لو في أسئلة تفضلوا. شاكر أفضلكم على الثبات على السماع. ويبقى لنا يعني ربع ساعة ونصف ساعة إن شاء الله قبل ما يأتي الإخوة حتى لا نضر بالإخوة ونبدأ الدرس إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. درس الإفصاح يكون بعد نصف ساعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم وشكر لكم. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من ثبت على طلب العلم وأن يجعله نبراسا لغيره ويجعله ناصرا للدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.